بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمر في القراءة من كتاب عجائب القلب من إحياء علوم الدين الإمام غزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين آمين آمين. ولازلنا أيضا نذكر أبواب مداخل الشيطان إلى قلوب العباد، وذكرنا قرأنا من باب سوء الظن بالمسلمين شيئا ولم نتم، فنعود للبداية ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر في القيام بحقوقه، أو يتوانى في إكرامه، أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه، وكل ذلك من المهلكات. يعني بكلام بسيط يخترع ما هو الظن هنا؟ يخترع شيئا على أخ له في الله أو أخت له في الله، يخترع جالس وينظر في الناس وبيعطي الناس عماله إيش؟ علامات، كأنه أستاذ البشرية، وكأن ما في قلوب الناس ظاهر، وكأن الظاهر لا معنى له إلا معنى واحد، فيقول فلان كذا وكذا وكذا في نفسه، يحط من قدره، لا يقول ما شاء الله، انظر إلى فلان من أهل المسجد تقبل الله، اللهم أعنه على طاعتك، اللهم ادع له بخير، أو يأتي فيقول في نفسه هذا، يأتي مبكرا مراءة، يبدأ إيش يتحدث فلان مرائي، يأتي المسجد رياء، يحكم بالظن وليس له ذاك، ثم يحتقر فلان بسبب ما العلامة اللي هو أعطاه إياها. أرأيتم في المدارس زمان، يعني حينما درست في الابتدائية تقريبا الأول بقي الأول، والثاني بقي الثاني، والثالث بقي الثالث، وتقريبا الرابع اللي هو العبد الفقير بقي إيش؟ الرابع. هيك مرة فصل طلعت الثالث، رجعوني الرابع بفصل بعده، وجبت لهم علبة شوكولاتة، كان مصنع سلفانة لسه موجود عندنا في البلد. طيب، بمعنى أن الأستاذ يضع صورة معينة وكأنه ينقل هذه الصورة لبقية الأساتذة، وتبقى أنت في المحل الذي أنت فيه، وهي أقرب لنظرية هبنقة أحمق العرب منها إلى أساتذة العرب وإلى معلميهم وإلى حكمائهم. حينما أعطوه الغنم الخراف وهو لا يصلح لشيء، ما أحمق العرب، بعد فترة ذهبوا لمراقبته للاطلاع على أحواله ليروا هل يصلح للرعي، فوجدوه قد قسم الغنم قسمين، الغنم السمان وضعها في المرعى عند الحشائش العالية، والغنم
العجاف وضعها احنا نقول في الصفاء، يعني الصخر يكاد لا ينبت عليه الا بعض الطحالب، يعني بده يلحوس يلحس الغنم شيئا من الخضرة عن الصخر. فقيل له لما؟ طبعا لا إله إلا الله هذا لا يجوز، لكن أقول على الذين يضعون الناس في إطار ويبقون هؤلاء هكذا، هذا أول وهذا أخير وانتهت القصة. فقيل له أبان نقى لما؟ قال لا أفسد ما أصلحه الله، يعني غنمات الإسمان هذول الخراف، إسمان منحطن إيش؟ يرعين عند الحشائش العالية الخضرة اليانعة. قال ولا أصلح ما أفسده، لا إله إلا الله، يعني هكذا خلقها ربنا جل وعلا هكذا أبقيها، وهي نظرية يعني أقرب إلى نظرية التطور حينما قالوا البقاء للأصلح، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. ومدارس القدس حينما يعني فرصة الواحد إيش يوجه رسالة لعلها تصل، ولعل هنالك مدارس في عمان وفي القاهرة وفي، لكن أعرف أنه عندنا في القدس قولا واحدا موجود هذا الكلام. تبدأ المدرسة بإخراج الطلبة، حتى الطلبة بين قوسين ممكن نسميهم الوسط، وناهيك عن الضعفاء تتخلص منهم، تسمى هذا السلوك، هذه السياسة تسمى داروينية اجتماعية. داروينية ايش؟ اجتماعية، بحيث تبقي المدرسة في المرحلة الثانوية آخر سنتين زمان تبقي فقط على شريحة من الطلبة، هم الذين يصبحون الأوائل في الضفة في فلسطين، وهم الذين يأتون بعلامات التسعينات، وهم أما من تتوقع المدرسة له أن يكون في الستينات أو في السبعينات فيتخلصون منه، وكأنه أجرب، وكأنه إيش؟ أجرب. ويرى نفسه خيرا منه، هذه المشكلة، كل الكلام ضرب أمثلة حتى يرى نفسه. لا، إذا نظرت إلى الناس، لأنك لا تعلم مكانة الناس عند الله عز وجل، فقد يكون الذي أمامك من أهل لا إله إلا الله، وقد كتب الله عز وجل له الفردوس الأعلى من الجنة، وهو يلحق بالأنبياء والصديقين والشهداء، وأنت نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المغفرة، أنت لا تعلم. وبما أنك لا تعلم، إذا نرفع إن شاء الله مكانة الناس بدعائك، ليس الدعاء الذي يرفع، لكن في الدعاء قل اللهم اكتب لفلان القبول والحقنا جميعا بالصالحين. نعم نعم. ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم، وهنالك أثر المعنى صحيح ولكنه ليس بحديث، اتقوا مواضع التهم، اتقوا مواضع التهم. برضو حتى لو كنت أنت من العباد الزهاد كذا، لكن لا تضع نفسك في موضع الاتهام، حتى احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك. روي عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، قالت فأتيته فتحدثت عنده، فلما أمسيت انصرفت، فقام يمشي معي وصلها، فمر به رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا، فناداهما وقال إنها صفية بنت حيي، فقال يا رسول الله ما نظن بك إلا خيرا، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يدخل عليكما. متفق عليه،
أن يدخل عليكم الظن والوسوس ويصير يقول لهم الله. أي بعض المستشرقين وبعض من سولت له نفسه شرا يصيبه هو، ينظر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى الصورة الكلية في هذه الزيجات، لا يرى إلا عائشة رضي الله عنها، لا يرى إلا عائشة رضي الله عنها، ويرى التعدد ولا يرى أن السيدة خديجة رضي الله عنها ظلت زوجة وحيدة حتى وفاتها. وهذه معظم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج. ثم أمضى فترة لم يتزوج فيها، ثم تزوج السيدة سوداء ويا امرأة كبيرة في السن، امرأة مالها رضي الله عنها، كبيرة في ايش؟ في السن. حتى هاجر لم يكن إلا خديجة، حينما هاجر حدث عن يعني من بعد الهجرة 10 سنوات، يعني من بعد 53 54، فلو كان الغرض ما يدور في عقول صغيرة لكان الزواج بالصغيرة أولى وهو في العشرينيات. ومن يتزوج أرملة قد أنجبت من قبل وأكبر منه سنا، ولذلك الحث في سورة النساء قد لا يفهم المسألة البعض، السياق سياق الأيتام، سياق إيش؟ الأيتام. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يتامى هؤلاء النسوة، يتامى هؤلاء إيش؟ النسوة. الشاب الصغير عادة لا يتزوج امرأة معها أولاد وكذا لآخره، أول زواج كذا عادة لا يفعل هذا. سبحان الله. فانظر كيف أشفق، والتعليق الآن للإمام الغزالي رحمه الله، فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهما، حينما تظهر حينما تبين حينما توضح فإنك تحفظ دين من تتعامل معه ويتعامل معك. وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا تساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنفسه، فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم، لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة. الباطنية الإسماعيلية النزارية حركة الحشاشين الكرمية الخرمية السبعية، كلها أسماء لنفس يعني في اختلاف بسيط، كان مشروعهم مشروع الاغتيالات، اغتيال الساسة واغتيال العلماء، كانوا يقتلون بالحديدة بالسيف وبالخنجر واليوم يقتلون الشخصية، لا حديدة ولا يقتلون ايش؟
الشخصية. هنالك من يحاول النيل من العلماء، من أهل لا إله إلا الله، من المسلمين، يحاول أن يسود الصفحة، فهو ليس بحاجة إلى أن يحمل حديدة في يده، إنما يحمل قلما أو كيبورد ويكتب على الإنترنت. ولذلك تجد الإساءة، تجد إساءة للعلماء باستمرار، باستمرار هنالك من يسيء إلى العلماء وإلى طلبة العلم وإلى المشايخ وإلى الدعاء وإلى الوعاظ. فالناس لا تنظر إلى أورع الناس بعين واحدة، بل بعين الرضا. بعضهم يعني بعضهم ينظر بعين الرضا وبعين السخط بعضهم. ولذلك قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فيجب الاحتراز عن عين السوء، عن تهمة الأشرار، فإن الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر. والإناء بما فيه ينضح، والإناء بما فيه إيش؟ قال: كن جميلا ترى الوجود إيش؟ وإذا القلب لم يرتبط بالجمال كيف يرى جمالا؟ فلن يخرج منه إلا القبح. هذا مش حلو، وهذا ليس طيبا، وهذا ليس جميلا، وهذا شر، وهذا. طب متى يخرج الجميل؟ بدنا نغير، بدك تغير البرنامج حتى ترى الجميل ايش؟ جميلا. والتوحيد الحق لا يثمر الا جمالا. التوحيد الحق لا يثمر إلا جمالا. فإن وجدت شيئا عكس ذلك فعليك بالعودة إلى مفهوم التوحيد، وإلى تزكية القلب، وإلى تخليص القلب من الشوائب. فمهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالب العيوب فاعلم أنه خبيث في الباطن، فاعلم أنه خبيث في الباطن، وأن ذلك خبثه يترشح منه، وأن ذلك خبثه يترشح منه، وإنما يرى غيره من حيث هو. فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. قد يقال لك ساذج أريح، قد يقال لك بسيط أريح، قد يقال لك أنت لا تعرف الناس أريح. ما لك وما للناس، عندك ما يكفيك، عندك ما يكفيك. والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. فهذه بعض مداخل الشيطان القلب، ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه، والكلام لازال الإمام غزالي رحمه الله. وفي هذا القدر ما ينبه على غيره، فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله. فإن قلت: فما العلاج في دفع الشيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة، وذلك مما يطول ذكره. وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات، وتحتاج كل صفة إلى كتاب مفرد على ما سيأتي شرحه. إنسان جائع، إنسان جائع كان يتحدث إليك عن جوعه الشديد على ظهر
سفينة، اهتزت السفينة فوقع الرجل في الماء، وبجانبك طعام بوفيه مفتوح ظهر السفينة، وهنالك إطارات عجل للنجاة. بستير تقول الرجل جائع ترمي له انت شطيرة كما يقولون، ولا بدنا الآن عجل نجاة؟ إنسان جائع ولديه مرض في الجلد، مرضين، وأن طبيب جلد الله يجزيك الخير، وقد جاءك يستعطيك وبدأ عليه الهزال من الجوع، بتقول له أول خلي أقعد خلينا احنا ايش نعالج الجلد والأكل بعدين، ولا بتقول له يتغدى بعد الدرس ان شاء الله؟ بس السؤال رايح، الجنسية الإسرائيلية حرام ولا حلال؟ قلنا بعد الدرس، الآن نتحدث في إن شاء الله. إذن العلاج، علاج القلوب، هل ينفع معها الموزة وحبة العنب والمخلل والجبن والقلوب؟ ولا نتحدث عن العضلة، نتحدث عن تلك اللطيفة، بحاجة إلى أن توصد الباب مش إغلاق، حط وراء نجر كما نقول عندنا في بلادنا، أن توصد الباب في وجه الشيطان وتبدأ عملية إيش؟ تنظيف، تزكية، استغفار، ذكر، حتى أن بعضهم قال يعني لا يمكن أن يصلح الأمر دون قيام ليل، لا يمكن أن لا يكون لك نصيب مثلا من قيام الليل. وما الشيطان، وسنصل إليها إن شاء الله، وما الشيطان، بعضهم قال لولا أننا أمرنا بالاستعادة منه لأنه حقير، لأنه إيش؟ حقير، فمن أطاعه لم ينفعه ومن عصاه لم يضره. مثل الساسة، مثل السياسي يعني الكذاب، مثل السياسي إيش؟ يبيعك في برنامجه الانتخابي كذا وكذا وكذا، فالذي قلنا الكذاب، فالذي يصوت له ما استفاد، والذي يصوت ضده لم يتضرر منه بذلك التصويت، اللي معه واللي ضد، لأنه إيش؟ لأنه كذاب. والشيطان صدقك وهو كذوب. قال فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة، وذلك مما يطول ذكره. وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات، وتحتاج كل صفة إلى كتاب مفرد على ما سيأتي شرحه. نعم، إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات، قطعت الأصول. لو أنت قطعت جذع الشجرة فوق الأرض بأشبار ساقها، في العام التالي ستراها إيش؟ قد نمت. والصفة المهلكة إذا لم تقلعها من جذورها فستعود إلى النماء. إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات، ولم يكن له استقرار، ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى، لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب،
إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة، وإلا فيكون الذكر حديث نفس، يكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب. يعني مثل اللي قد يذكر الله عز وجل ولكن القلب لم يتطهر بعد. اللسان يذكر، اللسان ماله يذكر، ولكن القلب لا زال فيه شيء، لا زال فيه شيء. تنتفع لكن لا زال الصورة بحاجة إلى ضبط. يعني كاحسب أن خزان الوقود في السيارة فيه خرق، فيه إيش؟ فيه خرق، وتذهب إلى المحطة وتملأ إيش؟ الخزان بالوقود، فهل تستفيد من هذا الوقود كما لو كان الخزان صالحاً 100%؟ أم هذا التهريب وقود صحيح صالح للاستعمال يعطيك الطاقة المطلوبة، يدفع السيارة، يدفع الإنسان، يدفع السيارة إلى الأمام، ولكن سرعان ما ينتهي لأن هنالك خرق أنت بحاجة، أو أن هنالك شوائب في الخزان بحاجة إلى نفس الخزان بحاجة إلى تنظيف. وإلا فيكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان. ولذلك قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعليقا خصص بذلك المتقي، إن الذين اتقوا يعني لو إنسان ليس تقيا ومسه طائف من الشيطان لعله لا يتذكر، وإذا تذكر لعله لا يبصر. المهم هذه خاصة بأهل التقى بالمتقين. فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فلم يكن بين يديك لحم أو خبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، فمجرد الصوت يدفعه. النبرة هي إيش؟ النبرة والتعابير وجه هي التي تدفع، وإلا الشيطان وإلا الكلب لا يعرف اللغة، لا يعرف اللغة، إنما يربط أصوات ونبرات وتعابير وجه بحال هنالك قبول أو لا يوجد. فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنهم يهجموا على اللحم ولا يندفع بمجرد كلام. قلت له اخسأ، قلت له كذا، أبدا. وهو في القطط أكثر، وهو في القطط أكثر. فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما الشهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب ولم يتمكن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب. وكأننا نقول تمثيلا هكذا، إما هنالك فراش للشيطان يتكئ عليه في قلبك، في قلبك، أو لا يوجد فراش للشيطان فيبحث عن مكان آخر فيه فراش. والفراش هو الشهوة والهوى. الشيطان يمر، الشيطان إيش؟ يمر بهالقلب، فإن وجد فراشا ضرب كوع. حتى نقول ضرب كوع بالعامية بل هي خطأ، الكوع والبوع وهذا المرفق، احنا بنقول عن المرفق بالعامية الكوع. طيب السلام عليكم استاذ، السلام عليكم. فمثل الشيطان نعم واما قلوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة فانه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر. فاذا عاد للذكر خنس الشيطان، ودليل ذلك قوله تعالى
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي أسلم قيل زمن خلافة أبي بكر أو بعد ذلك، قيل 7 للهجرة، عفوا، نعم لا هو 7 للهجرة، خلال 6 سنوات حفظ وروى أكثر من 5000 حديث، لأنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كناه بأبي هريرة. قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، هذا شيطان وهذا شيطان، فإذا شيطان الكافر سمين دهين كاس، والدهين مدهن احنا بنقول بالعامية، سمين دهين كاس، وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: ما لك مهزولا؟ شو صار فيك؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعا. والذي لا يسمي الله عز وجل إيش؟ يعني المؤمن يأكل يعني في معي واحد وليس في أمعاء كثيرة، هو طبعا نفس الجهاز الهضمي، لكن كيف اللي حشوة حبة خضار، عادة النساء تحشو ايش؟ خضارا، باذنجان وقرع وبندورة. فالمؤمن يأكل في معي واحد، والكافر بتلاقي نازل فيها وكأنه لا يوجد، يقولون هم مثل باللغة الإنجليزية لا تترجم الأمثال لكن تترجم، قال: وكأنه لا يوجد غد، وكأنه لا يوجد إيش؟ غد. يقولون للذين يحكمون عليهم بالإعدام: أطلب ما شئت من الطعام، أطلب ما شئت من إيش؟ يعني بسموها العشاء، وجبة الأخيرة، الوجبة الأخيرة، أطلب جيبوا له إياها. وكأنه هذا بالنسبة له ما دام انه في الغد اعدام، لا غد. وبعض الناس يقبل على الطعام كانه لا غد، وكان هذه اخر وجبه ياكلها. واذا شرب سمى الله فظل عطشانا، واذا لبس سمى الله فظل عريانا، واذا ادهن سمى الله فظل شعثا. كانوا يدهنون، هذه احنا على غير ما قلت انا. هنالك كلمه في اللغه العربيه يقولون تضميخ، يقول في اللغه العربيه ايش؟ تضميخ، وكان تاتي بالدهن مثلا وتمسح به الشعر، الجل ان غابت عنكم اليوم بلغه القوم، طبعا ما كانش في جل بالزمانات، تضعها على الشعر تمشط بظل ايش؟ كما اوقفته. والتضميخ هو ان تمس شيئا من الطيب الذي اختلط ببعض الدهن وتضعه على الشعر، وكان يضعونها على الشارب، كيف بده يوقف الشارب ولا يقف، يصير يعني على المسطره وعلى ولائم معقوفا او ممتدا. وكان لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سابله، كان له ايش؟ سابله. بعض الناس مثلا يظن انه ايش؟ ليس الامر الا صوره واحده، هو السنه فعلا هو
تخفيف حفل الشاربين وإطلاق اللحية. ومع ذلك للسيد عمر الخطاب كان هنالك إيش؟ سابلة. قال: وإذا الدهن سمى الله فأظل شعثا. سبحان الله، حتى الواحد يضع الجل بلغة القوم اليوم، حتى يضع الجل يقول بسم الله. انتبهتم على الكلام؟ كل أمر فيه خير إن شاء الله وهو حلال وهو مباح هو بسم الله. حتى أن الإمام الغزالي في الطعام يقول لك: ولو يعني من الحسن أن تذكر الله عز وجل عند كل لقمة. بسم الله، بسم الله أوله وآخره. أنا معاك أنه يكفي، قال له كذا هو ذكر، تذكر الله عز وجل عند إيش؟ ما هو الذي يذكر الله عز وجل عند كل لقمة يبدأ إيش؟ يقول بسم الله عند كل فعل خير. الله أكبر، الله أكبر، والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.